بالنسبه للمنتوجات اللي كنعرض فهي عباره عن منتوجات مخدومه باليد مصنوعه يدويا وبتقنيات مختلفه، ومن بيناتهم حلقات لي براسلي، ايضا القلاده لي بوندونتيف. بالنسبه للانسبيراسيون فهي ثقافه امازيغيه 100%، وايضا مستوحات من بحال مثلا الناس كيقولوا لي قصص ديالهم او الفكره اللي بغاو يخدموا، وكنخدم لهم على شكل اكسسوار. بالنسبه للسلع المستورده فهي كتشكل صراحه منافسه كبيره، حيت بالنسبه للثمن ديالها، وكتشكل ايضا حتى المنتوج الوطني يعني كتشكل لي يعني مشكل بالنسبه للتسويق ديالو. فتكشي علاش بالنسبه للناس الزبناء ديالنا كنتمنوا يشجعوا المنتوج المحلي والمغربي بالدرجه الاولى. مثلا تقدر تاخذ البوندونتيف، مثلا تقدر تاخذه في تركيا يكون مثلا 200 درهم 300 درهم، بالنسبه للمغرب غادي تلقاها بكثر على قبل الطريقه باش مخدوم، حين تخدم بطريقه يدويه. بالنسبه لتركيا كيعتمدوا بالدرجه الاولى على تقنيه الفريغ، اولا كيخدموا التقنيات اللي كتكون سهله، يعني كيخدموا كميات كبيره واللي كتشكل خطر كيف قلت لك على المنتوج المحلي، حيت كيكون مخدوم باليد وكياخذ وقت طويل باش يتخدم وتفينيسيون. بالنسبه للاثمنة اكيد كيكون المغربي اكثر، حيت الجوده ديالته كيعتمد على الجوده. بالنسبه لتركيا ايضا عندهم الجوده، ولكن بالنسبه للثمن كيكون هابط. بالنسبه للمغرب الثمن مناسب بالنسبه لي انا، حيت المنتوج كيستاهل، يعني عنده الطريقه باش كيتخدم او الدقه ديالته والتقنيات باش كنعتمدوا عليهم، اللي التقنيات اللي كتكون قديمه بزاف، يعني اللي غادي تكون نقدر نقولوا غادي تنقرض مثلا، حيت الا ما بقاش تطورنا. بالنسبه للسوس ايام، بالنسبه مثلا بحال النقش يعني قليل، باقي مازال اللي كيخدم النقش، يعني اعتمدنا بزاف على تقنيه تاع الفريغ اللي كتكون بحال المولاج، يعني كتخدم منتوج بكميه كثيره، يعني هذا كيكون مشكل بالنسبه للاثمنه، يعني كتكون اثمنه منخفضه مقارنه مع الحاجه اللي كتكون مخدومه باليد وكتكون محدوده، يعني كيكون بياس اونيك. بالنسبه للمنافسه كاينه المنافسه بين المنتوجات او المصوغات اللي كتصاوب باليد في مدينه تيزنيت، قلنا واحد مدينه تيزنيت، وبعض المنتوجات اللي كتجي خارج المغرب. وحنا كصناع تقليديين كنحاولوا ما امكن اننا الحاجه اللي كنصنعوها باليد هي تكون بارزه مثل بارزه ونبينوها للزوار اللي كيجوا كيدخلوا مدينه تيزنيت. والناس السلعه ديال برا راه عندها يعني كليان ديالها، كاين بعد كاين تايلاند، كاين تركيا، كاين طاليان، كاين يعني كاع الدول الاغلبيه تيخدموا هاد الخدمه اللي هي ديال برا. كاين حاجه مليحه اللي مصنوعه باليد، باينه حاجه اللي هي مصنوعه باليد كتكون يعني حاجه ديال اليد راه كتبان غير من النظره، فهمتي؟ وكتكون هي مزيانه على ديال برا لحقاش كتبقى كدوم مده طويله، وباش ما كتقدم كتكون عندها قيمه. بار كونتر الحوايج اللي كيجيو من الخارج غير اون فوا كديرها في اليد وتتحيدها ما كتبقى مازال عندها حتى شي قيمه. وحنا كنحاولوا ما امكن وكنطالبوا بالصناد، كنطالبوا الصناد يزيدوا يعني يبقاو شادين في الخدمه ديالهم ويبعدوا بعدوا على المصوغات اللي كيجوا من الخارج. بطبيعه الحال كاينين بعض الالات او المعدات اللي واخا كناخذوهم ميم طون كنستعمل، كنحاولوا ما امكن ما تكونش يعني الاستعمال ديالهم فايت تقريبا واحد 60% على المنتوج. الا فتنا اكثر من 60% ما غاديش تبقى ذاك المنتوج عنده يعني قيمه، غادي يكون ذاك الاله دخلت عليه اكثر. خص دائما تكون هذيك يعني ديك بحال بعض النقش البلدي راه ما يمكنش شي اله ديرو الا اليد، فهمتي؟ وهذا هو هنا فين كتكون لا فالور ديال هذيك يعني ديك الماسوغات، يعني باش الماده تزاد يعني المده ديالها فاش تساغت كتزيد عندها القيمه ديالها وكتبقى كتحفه. هذا هو الفرق بين يعني حاجه اللي تصاوبت باليد وداخل المغرب صنعها الصانع وشي حوايج اللي كيجوا خارج المغرب. مرحبا، هذه صناعه محليه ديال البلاد، خدمة زوينة، حاجة مطبوعة، وكنحاولوا نطوروا المنتوج المحلي. مرحبا سيدي. انت كاينين المهم كاينين اللي براسلي، كاينين بحال هكا خدمة بحال هكا. هذا بالنسبة لهادو دابا فيهم لي موديل، فهمتي؟ كاينين اللي براسلي بحال هكا بوحدهم، وكاين هذا دابا هذا اوسومبل، فهمتي؟ هذا كله كومبلي. بالنسبة للثمن، ثمن مناسب. يعني دابا كتلقى اوسومبل مثلا فيه 50 غرام ولا كذا،
كتلقى دابا 700 درهم 750 مقارنه مع المنتوج ديال على برا كتلقى دابا كاين الثمن فهمتي. يعني خصنا نشجعوا الصناعه المحليه. هادي دابا هذا براسي مثلا دابا هذا كومبلي دابا كتلقى فيه دابا 50 غرام يعني كتبيعو ب 700 750 درهم كذا ديال على برا راه غاليين شي شويه فهمتي. وحنا كنحاولوا نشجعوا المنتوج ديال البلاد ما كاين ما احسن من الصناعه ديال البلاد. دابا على حسب شحال عندك دابا ديال الكونتيتي فهمتي. دابا هذا تقدر راه تخدم هذا دابا الا غادي تصايبو راه مثلا ياخذ لك واحد 3 ايام هكاك ولا 4 ايام الا بوحدو. اما الا غتخدم واحد الكونتيتي كثيره المعلم دابا غيخدم كيلو ولا 2 كيلو راه 15 يوم هكاك تقريبا على حسب فهمتي كيفاش. وكاين اللي موديل دابا راه كياخذوا الوقت. المهم هذه صناعه محليه زعما اللي زعما كيحاولوا المعلميه يطوروها فهمتي. كل مره كيزيدوا شويه وكذا فهم على حسب دابا شنو كيطلب ليه مول المحل. التسويق شويه كنتمنوا يزيدوا يعاونوا الصناعه التقليديه ويعاونوا الحريفيه فهمتي. حيت احسن حاجه دابا في النقره هي دابا هي خصهم يتعاونوا مع المعلميه هي الاولى. تعاونوا مع المعلم دابا خصهم يعاونوه باش يزيد يطور المنتوج. وي بدع هذا هو الاحسن حاجه وكنتمنوا التوفيق للجميع.